السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخو حسين زين التقبل أحدود. زي ما أنتم شايفين إحنا قاعدين نستعرض الآن خاصية الريموت بلاي على أجهزة الإكسبيريا زد 3 الجديدة. هذه راح تكون متوفرة على الإكسبيريا زد 3، إكسبيريا زد 3 كومباكت، وأيضا إكسبيريا زد 3 أو إكسبيريا زد 3 تابلت كومباكت، اسمه طويل. طبعا خاصية الريموت بلاي هذه اللي تتيح لك أنك تستخدم أو تلعب ألعاب البلاي ستيشن 4 على الأجهزة اللي ذكرتها عن طريق استخدام الكنترولر حق البلاي ستيشن. زي ما انتم شايفين الاكسور هذا راح يتوفر ايضا حال اصدار الاجهزه، بحيث انك تقدر تلعب على البلاي ستيشن بشكل مباشر. طبعا هذه تستخدم تقنيه الواي فاي عن طريق تعريف الجوال على البلاي ستيشن بشكل سهل، مثل ما شفنا في البلاي ستيشن فيتا. هي تقريبا مشابهه للخدمه الموجوده في البلاي ستيشن فيتا، ما شفت فيها اي تقطيع حتى الان ولا حتى اي لاج او تاخير في الخدمه، يعني كانت سلسه جدا جدا جدا. كان معكم اخوكم سالم زين متقبل الحدود، مع السلامه.